خلينا بقى نخلص من الدوري العام ونروح لشويه قضايا مهمه جدا، وغصب عننا قضيه مصر والجزائر بتشغل البال. الامور هديت في الجزائر وهديت شويه في مصر، لكن كل شويه يطلع لنا اعلام يسخن الدنيا. ولاول مره في حياتي هنتقد زميل ليا، هنتقد ايمن يونس عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. سمعت ايمن يونس في الاذاعه وبيسألوا الزميل هشام فهمي: كابتن ايمن، مباراه مصر والجزائر نهدي الاجواء. ايمن يونس انفعل وغضب غضبا شديدا، قال له: نهدي ايه؟ كانوا هيسممونا في الجزائر، نهدي ايه؟ 8 كانوا هيموتوا، نهدي ايه؟ حسن شحاته ما كانش هيدير المباراه. لا فوجئت كما لو كان ايمن في معركه حربيه. طب انا هقول لحضراتكم على مفاجاه وارجو ان اعرفها الكابتن ايمن يونس، ان التسمم ما جاش من الجزائر خالص خالص، ولا جه من الكسكسي اللي احنا ضحكنا على الناس وقلنا كسكسي ولا حاجه من دي خالص. التسمم جه من الطياره يا كابتن ايمن، انا اول مره اقولها، ليس دفاعا عن الاخوه في الجزائر ولا هجوما على حد، لكنه بالصدفه. وبعض الاخوه المضيفين كان عندهم نفس المشكله، سره اول مره بقوله يعني. والناس هناك كله كان بياكل وكله كان بيشرب، واللي حصل له الازمه كانوا اتنين فقط، الكابتن حسن شحاته والكابتن حماده صديق، بس خلاص محدش تاني، ولا لعيبه ولا قصه ولا حدوته. وانا الحقيقه انا عارف ايمن واخلاقياته، ايمن يونس من الناس المؤدبين اللي انا بحترمهم وبقدرهم تماما يعني، لكن ما ينفعش النهارده في حاجه اسمها حوار مع مسؤول او في تصريح لمصدر مسؤول، فما ينفعش المصدر المسؤول يطلع يقول هذا الكلام. احنا كلنا خلف منتخبنا الوطني، وانا بقولها ببساطه عشان ما حدش يتزايد ويتكلف. ال 80,000 رايحين للستاد، ال 80 مليون بيفكروا في المباراه، ال 80 مليون عايشين المباراه، ال 80 مليون بيدعوا ان مصر تكسب وتفوز وتصعد لكاس العالم، خلاص موضوع محسوب. الجرايد كتبت، البرامج قالت، اللي مش عارف ايه حاجه ثانيه. هنقعد نتكلم بقى مع حسن شحاته وشوقي غريب وحماده صدقي واحمد سليمان ويلعب بطريقه 4-4-2 و3-5-2 و4-3-2-1 و4-3-1-2، ولا الكلام ده هيأثر. الخطه في دماغهم والتشكيل في دماغهم، وهم عارفين كل لعيب في الجزائر وعارفين امكانيات كل اللعيبه اللي عندنا وعارفين هيلعبوا بمين وهيبداوا بمين وهيغيروا مين والقصه شكلها ايه، والتشكيل اللي قالوه والاحتياطي اللي موجود، كل حاجه موجوده في دماغ حسن شحاته وجهازه معاه. احنا نهيئ اجواء جميله، هنقول لهم هتاخدوا مكافئات مش فارقه معاهم، هم عايزين حلم شرف الصعود لكاس العالم، ده اللي بيتمناه لعيبه منتخبنا الوطني وجهازهم الفني. هنحفزهم بالفلوس مش فارقه معاهم، هنفضل نقول بالروح بالدم مش فارقه معاه، هنقول كلنا وراكوا كل ده مش فارق معاهم، لان هم من جواهم عندهم الرغبه للصعود لكاس العالم. فانتوا تعبين نفسكم ليه؟ ومنشتات وما تجوش مصر ويا جزائريين واحنا مش احنا نفسنا نصعد لكاس العالم. والجزائريين نفسهم يصعدوا لكاس العالم، ده وضع طبيعي جدا. احنا عددنا اكبر واحنا فرقتنا افضل واحنا امكانياتنا احسن، كل ده معروف، كل ده موجود في الساحة، ما حدش يقدر يتكلم فيه خالص خالص. لكن ما يطلع مسؤول عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ويقول هذا الكلام، ينفع؟ أنا الحقيقة مذهول من كلام الكابتن أيمن يونس، وأتمنى إنه يراجع نفسه، لأنه الرسالة بتصل للجميع. ما ينفعش مثلا أحد البرامج يجيب صورة لناس شايلين نعش عليه صورة علم مصر يقول لك الجزائريين عاملين كده، والصورة دي من جامعة القاهرة كانت مظاهرة موجودة للأسف، ما احنا هنقول أسرار. ما ينفعش يا جماعة، يا جماعة الكلام ده مش معانا، يا جماعة الكلام ده غلط. المصريين أصلا بيعشقوا كرة القدم، والمصريين بيحبوا كرة القدم، والمصريين رايحين مباراة كرة القدم. أنا النهاردة كام؟ فاضل على المباراة 19 يوم، الناس كلها بتطلب مني تذاكر من دلوقتي، قال بيحجزوا تذاكر من دلوقتي للمباراة. فأنا اللي عايز أقوله يا جماعة إنه بالراحه شويه، خلي الامور تبقى فيها عقلانيه شويه، خلينا ندعي لمنتخبنا الوطني، خلينا نساند حسن شحاته بالعقل عشان الوصول لكاس العالم. وعندي امل كبير جدا باذن الله في منتخبنا، في جهازنا الفني، في لعبتنا، وان شاء الله نبارك لبعض يوم 14 نوفمبر
بالصعود لكأس العالم بإذن الله.